البلجيك يتقدمون باتجاه المنطقة الألمانية. هل يحصل التعادل؟ إن حصل التعادل فهي مفاجأة. الآن يسرع البلجيك بلعب الكرة. خطأ لمصلحة بلجيكا. النتيجة تشير إلى 3 أهداف لألمانيا مقابل 2 لبلجيكا. حتى حارس المرمى البلجيكي دخل إلى منطقة الجزاء الألمانية. تابع كرة داخل منطقة الجزاء. البلجيك يسددون الكرة برأسهم خارج الملعب. ضربة مرمى لألمانيا. تخيلوا لو الحارس البلجيكي شو لاحظوا الحارس البلجيكي ارتقى ايضا في الهواء. تخيلوا لو لعب هذه الكرة في المرمى وسجل هدفا لكان واحدا من اغلى الاهداف في هذه البطولة واطرفها بالطبع. بريمي يشتت الكرة بالعالي.